هذا وأجمعت معظم التشكيلات السياسية على خيار ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وذلك ساعات قبل جلسة تنصيب النواب الجدد في البرلمان. التفاصيل مع نادية سعيد. تحت تصفيقات النواب الجدد للحزب العتيد، رشح الأمين العام للأفلان سعيد بوحجة لرئاسة البرلمان، منصب اشتدت حوله المنافسة وحرب تصريحات، حيث تم تداول العديد من الأسماء للظفر بمنصب الرجل الثالث في الدولة على غرار الوزيرة غانية إيطاليا والوزيرين السابقين الطاهر خاوة وسيد أحمد فروخي، إضافة إلى السيناتور السابق الحاج العايب. كان أحسن اختيار ولو فيه إخوان آخرين وأخوات اللي كانوا مترشحين من بعد الأطراف تاع المناضلين. خيار سعيد بوحجة لخلافة العرب ولد خليفة لقى تجاوبا داخل التشكيلات السياسية، سيما المحسوبة على تيار الموالاة، فحزب عمار غول أكد أنه يدعم الخيار. سيدعم مرشح جبهة التحرير الوطني المجاهد سعيد بوحجة، وهذا تثمينا للشراكة اللي بين موجودة بين تجمع أمل الجزائر تاج وشركائه، إن على المستوى من الشعب الوطني أو على المستوى الحكومة. الغارم السياسي للحزب العتيد هو الآخر وجه تعليمات لمساندة مرشح جبهة التحرير الوطني. فيما يخص مثلا رئاسة المجلس، احنا ما عندناش مترشح، فالمترشح اللي يقدمه لحزب جبهة التحرير الوطني احنا نسده. أحزاب المعارضة من جهتها لم تتحفظ على شخص سعيد بوحجة. هل احنا كنا نتكلموا دائما على انه الشخصية تكون شخصية يعني قوية، عندها مؤهلاتها، عندها تجربتها، عندها حتى الطابع الشبابي يعني فيها، يعني نقول مهم جدا في الامر هذا، لانه هذا مش مجلس شيوخ، مش سيناتورات، هذا مجلس شعبي وطني، يعني غرفه سفلى. فاظن ان الكفاءات والاطارات موجوده. لا نعلق قلت على شخص سي بوحجة، لانه نحترمه بكل المعايير وكل المقاييس. في انتظار الكلمه الاخيره التي ستعود للنواب الجدد، يبقى السعيد بوحجة محل اجماع.